دي والابداع الشوط الرئيسي للي قايب كار ينطلق بهذا التحدي الاشواط الانتاج والانتجين ننطلق في تحديات ومسار هذه الاسماء المندفعه نحو الناموس ونحو الانتصار. الاربع كيلومترات هي الرحله المتواصله مع هذه الشعارات المتواجده والباحثه عن الناموس. نتابع البدايه ونتابع المقدمه مباشره. اول المتواجدين غزاله محمد بن أحمد بن محمد بن فهد الخاطر يتواجد في مقدمة هذا الشوط يحتل المرتبة الأولى بينما المركز الثاني هنا طلة قادمة بطلتها الجميلة سالم بن عامر بن راشد المدهوشي قادما بتحديات طلة على المركز الثاني. المركز الثالث وتابع سمحة مع المركز الثالث لحمد بن خجيم بن عايض بن فرج العذبي قادما بتحديات المركز الثالث. المركز الرابع مشاهدينا مستمعينا الافاضل وتابع هذا الانطلاق والتحدي مع عوايد لثلاب بن راشد بن ثلاب بن جليميد الهاجري قادما مع انطلاقة عوايد على المركز الثالث. المركز الرابع وتابع الاسماء القادمة بشاير لماجد بن صالح بن محمد الرشيد قادما بتميز هذا الشعار الذي ينطلق في موقع التحدي والمنافسة. المركز الخامس هنا تتواجد طلة مع المدهوشي بطلة المدهوشي سالم بن عامر بن راشد المدهوشي قادما في تحديات ومسار هذا الشوط يحتل المرتبة الخامسة. هذه نتيجة مشاهدينا مستمعينا الأفاضل للخمس المراكز الأولى المتواصلة والمندفعة في دائرة النداء والإذاعة. نتابع الأسماء القادمة والمتنافسة بأول نداء أتممته على مسامعكم بالوفاء والتمام. نعود مع البداية نعود مع الخاطر في بدايات وتحديات هذا الشوط ينطلق مع غزالة وتغازل المقدمة ينطلق ويتواجد بهذا الشعار محمد بن أحمد بن محمد بن فهد الخاطر. أتابع هذا الانطلاق وهذا الاندفاع نحو الصدارة بهذا التمييز والإبداع بينما المركز الثاني القادمة هنا سمحة لحمد بن خجيب بن عايض بن فرج العذبي يتواجد مع المركز الثاني. المركز الثالث المركز الثالث بشاير لماجد بن صالح بن محمد الرشيد يتواجد بانطلاقات وتحديات هذا الشعار الذي ينطلق مع المركز الثالث. المركز الرابع عوايد تحتل المركز الرابع لثلاب بن راشد بن ثلاب بن جليميد بن جليميد الهاجي مع المركز الرابع والخامس. مشاهدي الكرام وتابع الخلاوية لناصر بن راشد بن ناصر الجبر النعيمي تتدخل في دائرة النداء والإذاعة. هذه نتيجة مشاهدينا مستمعين الأفاضل للخمس المراكز الأولى المنطلقة والمسيطرة على دائرة النداء والإذاعة. أتابع البداية أعود مع بداية الشوط شوط رئيسي يا جماعة شوط الإنتاج والمنتجين. نتابع هنا نتابع عوايد وعوايد هذا الشعار يتقدم في هذه الأشواط المتميزة. ثلاب بن راشد بن ثلاب بن جليميد الهاجري يتقدم مع الكيلومتر الأخير يتسلل إلى البداية هو إلى التحدي باندفاعة عوايد نحو الناموس ونحو الانتصار. المركز الثاني أتابع القادمة هنا الخلاوية قادمة بشعار ناصر بن راشد بن ناصر الجبر النعيمي ولكن من بدأ تتسلل المدهوشي قادما مع طلة وسالم بن عامر بن راشد المدهوشي قادما مع طلة طلة قادمة بهذا الانطلاق ولكن أتابع الخلاوية ناصر بن راشد بن ناصر الجبر النعيمي مع المركز الثالث ثلاثية على مقدمة هذا الشوط بقيادة طلة التي بدأت تتسلل بهذا الانطلاق بشعار سالم بن عامر المدهوشي ينطلق مع طلة بدأت تطل على المقدمة وعلى صدارة الشوط ولكن الخلاوية تريد أن تختلي بناموس هذا الشوط بانطلاق وتحديات ناصر بن راشد بن ناصر الجبر النعيمي ينطلق مع الخلاوية ولكن ما زالت طلة تنطلق في تحديات وانطلاقة هذا الشوط. هنا التهاني مع أهالي السلطنة ينتظرون السلامات يا المدهوشي يا المدهش قادما بطلة
طلت هذا الشعار الجميلة والمتميزة بانتزاع هذا الشوط، الشوط الرئيسي لجيب كارلينتاج مع طلة التي بدأت تنطلق وتحقق هذا الإنجاز بأداء متميز وبانفرادة على مقدمة هذا الشوط. والتهاني إلى هناك إلى أهالي السلطنة على هذا الإنجاز. سابقة في المحل الثاني وبرصيدها إنجاز تهانينا والناموس لسالم بن عامر بن راشد المدهوشي على فوز طله وتحقيقه للإنجاز المركز الثاني. وصلت المركز الثاني الخلاوية لناصر بن راشد بن ناصر الجبر النعيمي. المركز الثالث عوايد لثلاب بن راشد بن ثلاب بن جريميد الهاجري. المركز الرابع رابعا وصايا لناصر بن حمد بن مسفر الشهواني. المركز الخامس خامسا وصول بشاعر لماجد بن صالح بن محمد آل رشيد مع المركز الخامس. مشاهدي الكرام، ها هو توقيت الزمن اللي طلع ساعة انتزاعها للناموس، 4:06:04.8 من الثانية. تهاني والناموس لسان بن عامر بن راشد المدهوشي على فوز طلة وتحقيقها للإنجاز المركز الثاني. المركز الثاني مشاهدينا ومستمعينا الافاضل، جاءت الخلاويه بتوقيت زمني وقدره من مسافه 4 كيلومترات 6:07 جزءا واحدا من الثانيه. تهانينا والناموس لناصر بن راشد بن ناصر الجبر النعيمي على فوز الخلاويه في المركز الثاني. المركز الثالث جاءت عوايد بتوقيت زمني وقدره 6:07.9 من الثانيه. تهانينا والناموس لثلاب بن راشد بن ثلاب بن جريم الهاجري. تهانينا